مرحبا بكم في درس جديد على قناتكم استفهام عام. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع مهم جدا، هو كيفية إيجاد الكتاب الذي نريد أن نبحث عنه بصيغة PDF. وسأترك لكم في هذا الفيديو مجموعة كبيرة من المواقع، يكفيك أن تحمل عنوان الكتاب وتبحث فيها. والآن سنبدأ ببعض هذه المواقع أو المشهورة حتى أريكم الطريقة الصحيحة للبحث عن الكتاب. والآن ننتقل إلى أول موقع، هو PDF Drive الغني عن التعريف، يعني هذا هو أهم المواقع. هنا يعطيك مجموعة من الكتب حسب التخصصات. ثم ننتقل إلى ثاني موقع، هو هذا كذلك موقع غني عن التعريف. نأخذ عنوان الكتاب ونضعه هنا، ثم نقوم بالضغط على خانة بحث ويأتينا العنوان. ثم هذا الموقع كذلك archive.org، هنا نجد مجموعة كبيرة من الكتب في مجموعة من المجالات. نختار الكتاب أو عنوان الكتاب ثم go، فيأتينا الكتاب بكل سهولة. ثم الموقع الرابع booklead.org، وهو كذلك في مجموعة من النيتشات أو مجموعة من الكتب. وهنا ننتقل إلى زد ليبراري، وهو كذلك مجاني، يتيح لك مجموعة من الكتب أو تحميل مجموعة من الكتب. فقط نضع العنوان هنا ثم سيرش. وكذلك هذا الموقع جود ريدز، يعني هذه المواقع كلها يعني موثوقة ومشهورة، يمكنك تحميل الكتب منها بدون مقابل أي، مجانا. فإن لم تجد صديق الكتاب الذي تريد، فسوف أترك لك هذه المجموعة الكبيرة من المواقع تخصص لغة إنجليزية أو تخصص لغة فرنسية. يكفيك أن تبحث بعنوان الكتاب في هذه المواقع، وستتيح لك هذه المواقع خاصة تحميل الكتاب ورفعه على إيباي بكل سهولة. إلى هنا إخواني كان هذا ودرس اليوم. لا تنسوا إخواني دعم القناة بالاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك الجديد دائما، ثم الضغط على جيم ومشاركة الموضوع مع الأصدقاء. ودمتم سالمين إخواني الكرام.